السياسة وفي جو مشحون بالفن والطرب يتواجد هؤلاء طيلة ليالي الحملة الانتخابية في موريتانيا. يستعرض الفنانون قدراتهم لجلب أكبر عدد من المتفرجين في سهرات لإحياء حملة انتخابية غابت فيها برامج المترشحين وحل الفن محل السياسة. وهناك طبعا نوع من الجمهور تأتي من أجل طبعا مشاهدة والاستمتاع كما قلتم قبل، وهناك حتى جمهور تحت سن التصويت، وبالتالي هناك نوع من الاختلاط ما بين الجمهور المساند والجمهور تأتي بالاستمتاع والجمهور التي تحت سن حتى التصويت. عدد كبير من رواد الحملة الدعائية حضروا هنا للترفيه دون الاهتمام بتفاصيل الحملة الموحدة لانتخابات فاتح سبتمبر، فجل هؤلاء غير معني بالتصويت بسبب عدم تسجيله على اللائحة الانتخابية أو عدم بلوغه سن التصويت. الحملة الانتخابية زينة في ياسر من شي زين في السهرات وفي متعة والأحزاب كاملة مشاركة وذاك الشيء، وتو زينة بعد الفرصة فتحت مجال وناس في الليل وذاك الشيء. رغم غياب البرامج الدعائية لعدد كبير من المترشحين، تتنافس عشرات الأحزاب السياسية ومئات المترشحين في موريتانيا في جو انتخابي ركز أصحابه على الفن لاستقطاب أكبر عدد من الجمهور.